ازيكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم على قناة بي مزة. ده كريم الكركور السوداني المعروف كمان بزيت الودك. الكريم ده انا جبته لشعري لما عرفت ان مكوناته طبيعية، لان اساس مكوناته الدهون الحيوانية، سواء ممكن يكون تكوينه دهن بقري او دهن خروف، بس اللي انا اعرفه ان هو يعني بيبقى اكتر تكوينه من دهن الخروف او لية الخروف. دايما في كلام كتير جدا عن فوائده واهميته للشعر، هقول لكم فادني ولا لا، وايه هي مميزاته وعيوبه بالتفصيل، والطريقة الصحيحة لاستخدامه. هبتدي الاول بمميزات الكركر. هو عامة اي دهن حيواني طبيعي بيعتبر بروتين فرد طبيعي مغذي للشعر، يعني هيساعد جدا في فرد الشعر، خصوصا الشعر المجعد الجاف والناشف والهيج، لانه تقيل جدا، يعني تقيل شوية، فهو مفيد اكتر لصحبات الشعر اللي انا قلت عليهم دول، سواء المجعد او الجاف او الناشف. بيغلف الشعر كويس جدا، يعني بيدي ترطيب عالي جدا للشعر. نيجي بقى للعيوب اللي انا لاحظتها وهقول لكم عليها برضه علشان تتفادوها. اول حاجة انا بنصح اللي شعرها ناعم ومفرود، او بمعنى اصح اللي فتلت شعرها ناعمة وخفيفة بزيادة او خفيفة خالص، انها ما تستخدموش، لانه هيجيب نتيجة عكسية معي. هو عايز شعر مجعد شوية، شعر تقيل، شعر خشن، مش مفيد خالص، او مش مناسب خالص لصاحبات الشعر الخفيف او الشعر الناعم. هيضرك مش هينفعك لو استخدمتيه وانت فتلت شعرك ناعمة وخفيفة. ولو انت جبتيه بقى خلاص وما لقيتيهوش مناسب لشعرك، فالافضل ليكي ان انت تخففيه بقى على بخار مية بكمية قليلة، مع اضافة زيت تاني بكمية اكتر عن الكركور، تمام؟ سواء بقى زيت لوز او زيت جوز هند اللي انت ايه تشوفيه ناسب شعرك. من اكتر برضو عيوب الكركور كمان انه يفضل انك تبعديه عن فروة الراس، لانه تقيل جدا، تقيل قوي، فبيفضل ملتصق في جدار الشعر الفترة حتى بعد غسله، يعني حتى بعد غسله بتحسي دي لسه ملمس شعرك دهني. فطبعا لو فضل ملتصق ولو بدأت تحطيه في فروة راسك هيمنع الشعر من ان هو يتنفس، فكمان ممكن يحصل تساقط. فعشان تتفادي العيب ده يفضل انك لما تستخدميه للشعر تبعديه تماما عن فروة راسك. ابدأي حطيه على شعرك وانتي رافعة شعرك لفوق من بعد، وابدأي بقى حطيه من بعد اول 3 سنتي من بداية شعرك. كمان منصحش بيه للأطفال، لأنه هيعرض شعرهم للأسف لجذب الأمل والحشرات الطائرة. ليه بقول الأطفال بالذات؟ لأن هم بيكونوا أكتر عرضة لجذب الأمل والحشرات، بسبب طبعا المدارس وبسبب الاختلاط الكتير وكده بالأطفال التانية. بتعرفي انه اصلي ازاي؟ بتعرفي من ريحته، يعني دايما الكركر معروف انه ريحته مش قوي، يعني لا وحشه ولا حلوه. انت لو شميتيه ولقيتي ريحه حلوه اعرفي كده ان ده مضاف ليه عطر او مش اصلي او في حاجه، لانه معروف انه ريحته دي شويه بتكون غريبه، يعني مش وحشه ومش حلوه. الطريقه الصحيحه لاستخدام كريم الكركر هو انك بتسيحيه، بتحطي حوالي معلقه منه في طبق اهو زي كده، وعليه معلقة من اي نوع زيت تاني، يفضل انه يكون زيت السمسم او زيت الزيتون، وبتسيحيهم على بخار مية سخنة وتقلبيهم كويس، وبعدين بتشطفي شعرك بمية فترة، وبعدين تدهني شعرك منه كله. زي ما قلت برضو يفضل لو انت شعرك خفيف او ناعم بلاش اول 3 سنتي من شعرك خالص ان انت تدهني الكريم ده عليه، وتسيبيه حوالي ربع ساعة او نص ساعة، يعني حسب طبيعة شعرك برضه، يعني كل ما يكون شعرك جاف سيبيه فترة اطول على شعرك علشان تلاقي النتيجة المضمونة اللي انت عايزاها. وكده اكون ياريت اكون وفيت وقلت كل حاجة عن كريم الكركر، لان في كلام كتير مبالغ فيه عنه، بسبب طبعا ان في ناس بتبقى عايزة تبيعه وتكسب فيه، فمش مشكلة، فطبعا عمره ما حد هيقولك ده في عيوب كذا او في حاجة، فانا جربته وقلتلك على الصراحة فيه من الاخر. اتمنى تكونوا استفدتم، لو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو. باي باي.